اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. يشترك جميع البشر بامتلاكهم قلوبا تنبض بالمشاعر المختلفة التي يختبرونها طيلة حياتهم، من تلك المشاعر عاطفة الحب التي يمر بها الإنسان على الأقل مرة واحدة في حياته. لكن ما يختلف بين الناس هو سرعة الوقوع في الحب وكيف يمكن لهذا الإحساس أن يتغلب عليهم. بعض الأشخاص يملكون روحا حساسة تحب وتعجب بسرعة، وإلى جانب ذلك فهم لا يستطيعون إخفاء هذا الحب، وإنما يسيطر على جميع حواسهم ويظهر في كل تصرف من تصرفاتهم وكل كلمة وكل نظرة. بالرغم من ذلك لا يمكننا التشكيك بصدق تلك المشاعر وقوتها، لكن ما يعيبها أنها مشاعر غير ناضجة متسرعة يحكمها القلب وليس العقل. فهؤلاء الناس يبدأون بوضع الخطط المستقبلية للحياة حتى قبل التأكد من صحة الاختيار. في هذا الفيديو من قناة رويش تي في سيساعدنا الفلك على اكتشاف مواليد الأبراج التي تقع في الحب بسرعة. تابعوا معنا التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أربعة أبراج تقع في الحب بسرعة، اكتشف من تكون وهل أنت واحد منها؟ البرج الأول على قائمة الأبراج التي تقع في الحب بسرعة. برج الحمل. انطلاقا من حب مولود الحمل للتنافس والنجاح في كل نواحي الحياة، فهو يسعى لذلك أيضا في الحياة العاطفية. فما إن يعجب بشخص ما حتى يعترف له بحبه مباشرة، ذلك لأن الحمل شخص متسرع لا يطيق الانتظار ولا يملك الصبر الكافي ليجعل الأيام تفعل ما تريد، وإنما يسابق الزمن ليضمن أنه سيحصل على ما يريده بسرعة. لكن ومع الأسف فإن أغلب علاقاته العاطفية تنتهي بالفشل حتى قبل أن تبدأ. فالحمل بتسرعه يسرق الوقت من الطرف الآخر ويمنعه من التفكير في طبيعة العلاقة، فهو يفرض عليه حبه حتى دون إذن منه، ولذلك فإنه يدفع الشريك للبعد والهروب من ذلك لكي لا يقع في علاقة فاشلة. البرج الثاني على قائمة الأبراج الأربعة التي تقع في الحب بسرعة. برج السرطان. مولود السرطان هو أيضا على هذه القائمة ضمن الأبراج التي تقع في الحب سريعا، إذ إنه يهيم في عشق الشريك بلمح البصر، فما إن يعجب بأحد حتى تبدأ كلماته بالتلعثم أمامه ويبدأ بالتصرف بحماقة دون أن يشعر، وبالتالي لا يستطيع كتم هذا الشعور لأنه يظهر جليا في جميع تصرفاته وحركاته وأفعاله أمام الشريك. وتبدأ عندها رحلة السرطان في محاولة جذب الآخر وترك انطباع مؤثر به حتى لو أدى ذلك إلى مواقف محرجة. المهم أن يتمكن مولود هذا البرج من إيصال ما يشعر به إلى الطرف الآخر. السرطان من الأشخاص العاطفيين الذين يستسلمون لشعورهم دون أدنى اعتراض، وتقودهم قلوبهم لا عقولهم. هذا الأمر الذي يتسبب لهم بالخجل والإحراج الشديد بمجرد رؤية الآخر أو سماع شيء عنه.
البرج الثالث على قائمة الأبراج الأربعة التي تقع في الحب بسهولة. برج العقرب. على الرغم من السرعة الهائلة التي يقع بها مولود العقرب في الحب، إلا أنه انطلاقا من شخصيته الغامضة والقوية، فهو يحاول قدر الإمكان كتمان هذا الشعور في أعماقه، ويبدأ عندها بالتقرب من الطرف الآخر محاولا إيقاعه في شباكه واكتشاف أغواره، لكنه على عكس الحمل لا يفرض حبه على الآخر، وإنما يهديه إياه بطريقة ملؤها الرومانسية والمشاعر، ليهيم الطرف الآخر في شباك العقرب دون أن يشعر، ويصل معه إلى ذات الدرجة من الحب وربما أكثر. البرج الرابع والأخير على قائمة الأبراج التي تقع في الحب بسرعة. برج الحوت. تسيطر الرومانسية على حياة مولود الحوت، فهو من الأبراج مرهفة الحس التي ما إن تعجب بأحد حتى تبدأ بنسج قصة الغرام في عقلها وداخل أعماقها، حتى وإن كانت العلاقة في معظم الأحيان لا ترقى لهذه الدرجة من الهيام، والطرف الآخر لم يقع في ذات المستوى من الحب. وعلى هذا الأساس فإن الحوت يعتبر واحدا من الأبراج التي تقع في الحب بلمح البصر، فمولود الحوت يعيش قصص حب دائمة في حياته، ولا يخلو قلبه من المشاعر أبدا، إنه بطبيعته إنسان رومانسي وعاطفي للغاية. كانت هذه هي الأبراج الأربعة التي يقول الفلك عنها أنها تقع في الحب بسهولة. قدمتها لكم من قناتكم، قناة الأبراج وتفسير الأحلام والغرائب والعجائب، قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج تنتمون أنتم، وهل تقعون في الحب بسهولة؟ أم أنكم تأخذون الوقت اللازم لتشعرون بنبض قلوبكم؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا النقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.